كينا لسليتو كل دخل كيتسرح به يعني بوحديتو خارج يعني ما كاينش واحد لو كيوي ما كاينش تجميع ديال المداخل وهذا اهم شيء كتلقى مثلا دائما كتلقى مثلا شي واحد عنده شي اجره في شي شركه وعنده شي مشاريع كيجمعوا المداخل دابا هذه المساله هذه زادت ما بقاش يعني هذوك كاين اللي كتلقى عنده حتى اربعه المداخل هذاك اوتوماتيكمون غادي يطلع 38% حاليا بهذا النظام الجديد ما غاديش يمكن يوصل 38% علاش؟ لانه وقع التفريق ديالو ملي كانوا كيتجوعوا كيطلعوا في الباهي اهم افونتاج هو كاين واحد المعطى جديد اللي هو دخل في هذا النطاق هذا ديال المساعده ديال الموحده اللي هو كانوا جانب مجموعه ديال الاخوان كانوا ملي كيبيعوا ديك الاصول التجاريه ديالهم كيجيهم صعيب ليهم انهم يؤديوا الضريبه علاش؟ فقط لان الاصول التجاريه كيف ما كتعرفوها في كثير من الاحيان كتكون طالعه شي شويه كيكون السيد باع المشروع ديالو مثلا 200,000 درهم طاح 38% نيشان 38% كانت سهلة دابا داروا طوب يوني اللي هو 20% يعني بغض النظر على شحال عندك انت تكون 100 مليون تكون اللي كان غتخلص يلا فقط 20% يعني شنو اللي مشى؟ مشى 30% مشات 34% مشات 38% طاش اذا داك الهاجس وداك التخوف والاصطدام اللي حنا كنا بين القوسين كنا كنتحرجوا مع المواطن باش نشرحوا له كتجبر انك عندك السيد جاي بايع دابا تقول له 38% كتجي طالعه 34 طالعه 30 طالعه داروا واحد التخفيض اللي هو 20% اللي كيطبق على الكل دونك بطبيعه الحال السي سليم غادي يحاول يدير لا بريزونطاسيون ديال هادشي اللي كنقول كله بصفه مدققه وامثله انا غادي نحاول نمر عليها طالما انهم يتم الرتيحه القبيله كاين شكون هما كيبقى شكون هما الناس اللي عندهم الحق يدخلوا في هذا النظام شكون هما الناس اللي عندهم ماشي كلشي عنده الحق لان كاين الناس اللي عندهم محاسبه وكاين راه ديك الساعات غادي نصيفطهم كوبار ايماي كاع الناس اللي هما خارج من هذا الريجيم هذا ما عندهمش القدره باش يدخلوا فيه داكوغ دونك ولكن كيبقى واحد العامل اللي هو مهم هو رقم المعاملات هو المعيار ماشي في الدفاتر كاين شي في الدفاتر ديال 2 مليون ديال الدرهم بالنسبه للقطاع التجاره والصناعه والخدمات وكاين ديال 500,000 درهم بالنسبه للقطاع ديال لي بريستاتور سيرفيس قطاع الخدمات فقط الصناعه والتجاره هذا قطاع الخدمات ملي كنفوتوا 500,000 درهم كنوليو ديك الساعات ندخلوا في الريجيم ديال البورتابيليتي الا نزلنا عليه عندنا الحق نمشيو لهذا الريجيم هذا ديال النظام ديال المساهمه المهنيه الموحده دونك جوج ديال الشروط اللي اما كتدخلنا اولا كتخرجنا لو شيفر دافير ديال 2 مليون ديال الدرهم ولو شيفر دافير رقم المعاملات ديال 500,000 درهم دونك هذا الشرط الاول الشرط الثاني وهو ديال التغطيه الصحيه هذه غادي نرجعوا لها كاين ان باريم من بعد غادي نبريزونطيوها ونشوفوا ديك الساعات نحاولوا نعطيو امثله دقيقه باش نعرفوا الى اي حد اللي كتمكن لها تمشي من 1200 درهم تقدر توصل من 1200 حتى 14000 درهم وشي حاجه ديال المساهمه داكوغ دونك بالنسبه ل المقارنه ديال النظام ديال الجوزافي اللي كان يطبق قبل هذه السنه هذه مع هذا النظام ديال المساهمه المهنيه الموحده كنظن ان اهم ما يمكن يتقن هو اللي حاول دابا نعطيه الحكومه له بشكل موجز شنو النقاط اللي خاص يسالي الطرق ديال دابا استثنائيا الاخوان استثنائيا كاين بالنسبه لهاد السنه الناس ما عندهاش رقم المعاملات هاي باش نحطوا هادي بغيت كنركز عليها وكنديرها نسولي ليها من الكره الله يخليكم هاد العام هذا ما كاينش رقم المعاملات اللي غادي نقدروا نحطوه كي دابا التصريح ملي كتدخل كتجبر واجب كتجبر الاساس ديال الضريبه ها هو ورقم المعاملات ماشي مصرح به لا محسوب بطريقه عكسيه بمعنى السيستم كتقول له هذا السيد شحال خلص في السنه ديال 2020 و19 خلص قدا وقدا كيعطيك مباشره رقم المعاملات ديالو كيقول لك هذا السيد شحال خصو يكون عنده رقم بمعنى رقم المعاملات نقدروا حنا ما نديوش فيه رقم المعاملات لان فوقاش غنديو عليه عند الجاي ان شاء الله دابا عاد نرجع لاباس دابا حنا كما كيقولوا بما انه السنه الاولى هذاك الشيء اللي خلصتوه في السنه الفارطه هو نفسه
يعني وكيتكون من الضريبه المهنيه والضريبه على الدخل العام والضريبه على الخدمات الجماعيه اللي كنسطر عليها حتى هي بالنسبه للضريبه على الخدمات الجماعيه لكن انت انت اللي كتملك المحل ماشي كريم كريم ما تقولكش لكن انت اللي كتملك عندي شريع ديالي كان 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 ديالي في ملكي كاين كتكون نظافه مهنيه هذيك النظافه ديك 500 درهم ولا 400 ولادي كتدخل ولكن كتهنى ان شهر 5 جايك وريقه اي جي ايات جايك طاكس ضريبه مهنيه جايك ضريبه خدمه كيجي في هذيك كتهنى اما تخلص على شكل سنوي وتفضي او لا كتبرونش كديرها بارتاخ 4 ديال الدفعات دونك هذا حتى هو في حد ذاته ايجابي دونك كاين التجميع ديال هاد الضرائب كلها انا كتكون حاله استثنائيه هاد العام هذا العام الجاي شنو العام الجاي غتولي غتولي انا كتاجر كنمشي كندير داك رقم المعاملات اللي كنشوفو انا صرحتو كندخلو كيعطيني اوتوماتيك الضريبه ماشي العكس دابا هاد السنه من الضريبه خرجنا في رقم المعاملات اللي ما عندناش غير الضريبه هذاك غير باش كيقول لك فوالا رقم المعاملات الا بغيتي شي نهار جيتي طلبتي شهاده ديال رقم المعاملات لان الناس كيجيو كيحتاجوها كتعطيها لهم كتنقلها وتقول لها كشهاده دونك اذا بالنسبه لنا هاد السنه بشكل استثنائي هو انه الاساس ديال الضريبه هي الضريبه المهنيه والضريبه ديال على الدخل والضريبه على الخدمات الجماعيه بالنسبه للناس اللي كيملكو اللي ما كيملكوش اكلين كتجي كيجمعوا لهم جوج وهذا هو الضريبه كاينه نقطه مهمه هو دابا ديك الساعه انا غادي نصيفط لكم حتى هي الارقام كل واحد عنده واحد الخانه ديالو شحال عنده واش 4% واش 8% واش 12 واش 15 واش 20 واش هذا دونك كيتشد المعامل ديالو ديال رقم المعاملات كيتشد رقم المعاملات كيتضرب هذا المعامل كيتضرب 10% عوض اللي كان قبل كاين 20 و30 و40 10% بالنسبه للجميع ولكن على رقم المعاملات بمعنى اخر انتم اللي غتبقاو تحكموا في الضريبه رقم المعاملات ديالك كتعطيه كتحطو شحال ما حطيتيه كيقول لك ها الضريبه ديالك شحال عاد تجينا حطيت هذا ها شحال عاد تجينا يعني هنا في شنو الاتجاه دابا بصراحه شيء ايجابي انك شفافيه عندك انت هاد المعاملات عندك هاد الضريبه هذه انت كتدخل رقم المعاملات اللي كتشوفوا انك راه منطقي وانه اللي يمكن يصرح به دونك هذا حتى هو يمكن نعتبره شيء ايجابي لان يولي التاجر بحد ذاته هو اللي كيدير هاد التصريحات ماشي ديك السلطه التقديريه اللي كانت عندنا كنا قبل كنجيو كنحركوا واحد المعامل اللي كيفاري ما بين 0.5% كيمشي حتى 10 بمعنى باش نكونوا باش نوضح الامور الاخوان وهذه فرصه صراحه انا سعيد بها اننا ان شاء الله يربي نحاولوا نقربوا وتولي واحد الثقه ديال المنصب اللي عندنا الاداره في الباب مفتوحه من اثنين حتى الجمعه راه مفتوحه دائما دونك اذا بالنسبه لنا نرجعوا لهذه النقطه ديال المعامل كانت من 0.5 حتى 10 كنت كنشوف التاجر مثلا في وسط المدينه مروج مزيان كتبقى السلطه التقديريه ديال المفتش كيقول هذا السيد دابا شحال يديروا في المعامل شحال يقدر يخلص الضريبه خصو يخلص 3000 درهم شحال عندي من المعامل 8 كدير له 8 او لا 7 او لا شي نهار كاين مثلا واحد الركض كتهبط له كنا واحد كان صراحه صعيب باش تكون تعطي داك الشيء 100% صح دائما كيبقى واحد الاخر ما يمكنش السلطه التقديريه دائما عندها واحد كنا كنحاولوا ما امكن ولكن كتبقى دائما انك السلطه التقديريه ماشي مضبوطه 100% اذا دابا صحت عندكم السلطه التقديريه دابا حاليا ما عندناش سلطه انتوما اللي عندي السلطه التقديريه الضريبه ديالكم رقم المعامله الضريبه قدو عندك 1000 ها شحال عطاك عندك 2000 ها شحال عطاك حنا عجينا على النتيجه حنا كنوليو بحال تجينا النتيجه شحال هذا خلص على شحال خلص وصافي يعني ما عندناش واحد الامكانيه باش اننا ندخلوا هذا المقطع اذا انتوما اللي عندكم الكوف ديالكم بالنسبه للسي سليم العالميه وغادي هي التقديم ديالها غادي دير لا بريزونطاسيون ديال كيفيه الولوج لهذه المنصه هذه ديال سي تي اي لا كونتريبيسيون بروفيسيون اينيك كيفاش غادي يمكن انتم تدخلوا ليها في الانترنت بطبيعه الحال كاينه بعض الصعوبات حنا بشكل مستمر ويومي وعلى وعي باي مستجد ساعه بساعه كاين مستجدات حنا نتبع الاخوان اللي كيسيفطوا لي قلنا شنو وقع دابا شنو هذيك باش حنا عاوتاني كنكونوا ملي كنجيو عندنا كنعرفوا ونعطيوكم بالنسبة للالتزامات ديال التصريح الأجل هو ما تفوتش 31 في شهر 3 بكل بساطة ملي كتجي 31 في شهر 3 غنفتحوا الباب للنقاش الإخوان في الأخر بما فيه الكفاية غير نحاولوا نلتزموا بهذا الموضوع باش نستافدوا أكثر دونك كاينة 31 في الشهر هذا كتصرح
وكتختار كدير كدير كرواف داك لا ميثود ديال كيفاش غادي تخلص، واش التريمست او لا بالعام او لا السنه. دونك دونك سي داكشي اللي باقا حنا تاكسي كونتي باش نشوفو ليكزامبل المثال. الموقع ديالو بلا ما نعمرو الوثائق الطريقه ديال التصريح بالنسبة ديال التوقيت كيف دابا حنا راه الأكثر ما مصرحش، واحد ولا كيف الشهر حنا ما عايدينش ما عندناش الوقت، حنا حاليا دابا الناس في المحلات ديالهم فهمتيني، إي واش كاين شي تمديد ولا 31 جا شي غرامة ولا شي حاجة فهمتي؟ ما نظنش الغرامة تعدى ما نظنش فهمتي؟ لا يمكن صح حسب صفحة أهل ديال التمديد كتجيو لعندنا باش نتوما تحيدوا داك الشيء اللي في ديالكم، ولكن هذه كنتمنى ما تكونش اختيار، كنتمنى تدوز الامور على مزيان هي انكم تجيبوا لنا داك الشيء اللي حنا وحنا غادي نتصرفوا خاطر يكون داك الشيء اللي ما تعمروا. دونك هذا الشيء اللي كاين. دونك بالنسبه للتمديد حنا كنطالبوا به، بالنسبه لاي واحد جبر شي صعوبه انا ثاني ماي لي ماي ديالي الا بغيتو انخا ديالكم اي حاجه سيفطوها لي في لابار ديالي وانا نفرق على لي كوليك ما قديتش بوحدي. غنبقى كنجي في الليل راه كنتغلب احيانا غنعطي الاخوان كوريو وغادي نتعاونوا ليها باش نحلوا لكم ديك المشاكل اللي كتقطع عليها. اخوان كاين ديال 200 درهم اللي جابتها القانون الماليه الجديد هذيك بالنسبه ماشي المهنيه هذيك كيهضر لك على اللي عنده الخدمات الجماعيه بصفه عامه قل من 200 درهم راه صافي انا لا تحددت بمعنى انا عندي واحد السفلي فيه 70 متر ضاربه على الخدمات الجماعيه كانت كتجيني 190 درهم وقفوها علاش شنو وقع دابا راه كانت قبل شنو فاش كانت 100 درهم راه ما عرفت علاش كانت اللي عنده قل من 100 درهم مثلا ديك شي دار صغيره او شي موقع ماشي هذاك وعندها قل من 100 درهم كيوقفوها السيستم كيخرجهاش كيقول لك 100 درهم ما تخرجش دابا داروا 200 درهم ما تخرجش داكوغ دونك 200 درهم ما غاديش تخرج. وبالنسبه لهذه الحاله ديالنا ديال النظام ديال المساهمه المهنيه الموحده هذه كناكد عليها دائما ان هذاك الرسم ديال الخدمات الجماعيه مهني راه كاين عندنا مثلا انا نعطيك مثال كتلقى السيد انا نعطيكم مثال واضح كتلقى السيد عنده مثلا ساكن الفوق وعنده المحل ديالو خدام النجاره لتحت النجاره او اي نشاط هذيك ديال النجاره ديك القيمه ديال ديك العقار اللي هو مخصص للنجاره هذاك غيدخل والسكنه ديالو راه ما يدخلش حتى هي عند النظافه كتكون واحد 200 درهم 100 درهم ولا شحال هذيك تخرج هذيك حيت عندها علاقه مع السكن واللي عندها علاقه مع المهني هذيك كتخلص هي تؤدى مع الضريبه على الدخل اللي هي في صوره دابا المساهمه المهنيه الموحده. اذا هذا رسم الخدمات الجماعيه كناكدها ونعاودها كتدخل مهنيا. لا كانت جاتك
الضريبه ديال شنو جات؟ قرب الميكرو قرب الميكرو قرب الميكرو قرب الميكرو قرب الميكرو قرب الميكرو قرب عندك شي ورقة فيها شي حاجة جيبها لينا شخصية سهلينة سي 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 حسن صافي هذا الموضوع لا 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 تقول لا لا الإخوان يقول لهم زعما اللي واحد يتكلف مثلا أنا يعجبني هذا الشيء هذا راه ديجا عملتوا الإخوان لا شكرا حيت أنا مشيت كيلا أني عاد مزيان ماكوشي بحال ماشي سالي ولا ماشي راعي الجمعية ولا أي واحد يقول لك شهر كل مرة كيسمع واحد يقول زعما جوج سوايع نقطة مهمة سي حسن قبل ما ننسى أن هاد الضريبة اللي غتخلصوا دابا مثلا هاد اللي غتخلص دابا راه ما عندكمش الورقة حنا في 2021 دابا دابا كل واحد نتوما الإخوان كاع ولا التجار راه كينتظروا كيقولوا مثلا حنا في 2021 يعني منتظر تجي ديك الضريبة المهنية والضريبة على الخدمات الجامعية المهنية ما عادشيش دابا في 2021 راه ما عادشيش جيبها لي ما يمكنش راه مستحيل تجي 2021 لا جي غترجع للسنه غتبقى قديمه الا جات 21 جيبين فهمتيني حنا شوف حنا ما غنقولوش راه السيستم الا وقع فيه شي كونفليكت راه غنبقى نصلحو راه جاو عند الاخوان بالنسبه للسي حسن الله يخليك الله يخليك الاخوان خصني باش اي نقطه اي نقطه تاخذ تاخذ وايدنا بالنسبه للغرانات هادوك الاخوان راه كاينه اللي جاتو واحد المجموعه جاو عندي شنو عندهم عندهم غرامات ديال 1000 درهم و 500 هي 1500 واخا هذا الموضوع واضح اخوان هذا الموضوع اسئله في الاخر غادي نفهم عاد في انتظار ما يكون السي سليم بالمسائل ديالو غادي هاد 1500 الاخوان كاينه اللي جاتو كاينه اللي جاتو في قبل 2015 هادوك إعفاء كلي يجي عندي الحيدة كلها علاش علاش حيت مجموعة الإخوان واللي خص كل واحد متبع الإصلاحات ديال الجبائية غادي يعرفها كان في 2015 جات المسامحة الضريبية بمعنى ذاك القطاع غير مهيكل اللي كان واخا قديم وجا الإدارة في 2015 خصنا نحيدو هادو خصنا ما نحسبولوش هذيك الغرامات علاش كيقول لك غير آجي ما تخاف حتى من حاجة إذا هاد آجي وما تخاف من حاجة حاليا جيبها لي غير تحمل فيها المسؤوليه حيدها 100% هذه مشات فوق 2015 كتبقى واجبه قانونيا واجبه هتجي عندي نحيد ديك ال 1000 ولا نقسموها ديك 1000 درهم خلي لك 500 درهم ولا حيدوها كلها على حسب الوقت هذا اذا هذه النقطه هذه هي حيدناها حيت انا جاو عندي الاخوان جابوا لي هذ 1500 درهم كاينه اللي زادت له كلها لانه كانت قبل 2015 بقوه القانون ماشي درت فيها فارغ قوة القانون ولكن ما عرفناهاش حيت انا كان ناوي يخلص 50% ولا هذه قانونيا في 2015 حتى كانت المسامحه الضريبيه من فوق 2015 كتبقى السلطه التقديريه الا عندك 1000 درهم على حساب هي كلها هي 50% دونك هذا الموضوع هذا ديال الغرامات راه صافي زيدوا السؤال الاخر باش ندخلوا السلام عليكم انا سي مصطفى خرجتني الضريبه كان 50 كيلو فرنك في الاربع وخرجتني مليون و150 الف فرنك 2014 2014 ودرت لكم كيكايا في الموقع ها وجاوبناك ولا باقي؟ باقي نقول ايوا صافي واعطيني شوف اعطيني غير سميتو داك ان شاء الله في الاخر في الاخر انا نتمنى انا ما عنديش مشكل اعطيني كاع بحال دابا الحاله ديال غتعطيها لي غادي نشوفها لان هذه ما كتدخلش للاقل 38 الفرات ياك 380 المليون وشي الا وفي كثير من الاحيان جاو عندي اخوان
تسائلوا كنقول له اجي اجي كنبقى غادي معتل في الاخر كنلقى بان عنده واحد الضريبه مهنيه اللي زادها من ديك 2016 ولا هذه ما عليناش حتى باش ما ندخلوش في هذا الديتاي هذا كله كتجي بالي وكنشوفها لان هذه مساله واضحه هذه ما غاديش تطلب يعني مجهود كبير هذا اللي عندي في البلد عندكم تما قالت لي خصك تجيب لي هذو ديال الكارو هذا الموضوع هذا سي سمك الله سي ابراهيم هذا الموضوع ديال كان مخصص له واحد ربع ساعه على حساب طابا صافي ها هو على حساب يلا اخر ساعه اليوم انا في 12 غادي نكون نخرج من البيرو راه انا كنتبع المعطيات كل ساعه مشيت قلبت شي اخوان كان عندهم يعني الامكانيه ديال يخلصوا بلا امو دابا التكريزات التكريزات حنا اليوم ان شاء الله غنسيفطو ميساج الاخوان نقول لهم واش باش نجيبو نيشان ما نكونش كنافق عندكم الا كانت انسانيه حيت فينا نفهموا بها هاد التغطية الصحية لاحقوا بها ما حدش قال لك حنا التغطية الصحية اللي هي جات في طلاقة مجموعة ديال البلدية ولكن هو في يوم تنطقها لأن حنا كنعرفوا بلي 2021 المسائلات السنية راه ما كاينش لا 2021 دابا دابا ملي عرفتي تخلص راه غتكون عندك التغطية الصحية دابا 2021 يعني 2020 نعم 20 يعني 2020 هو فين دابا ديال بابو حنا كنقول دابا يعني دابا انت مثلا القانون المالي ديال انت في 2015 مثلا راه تستافد في 2021 منا الا كانت واحد شي حاجه واحد فاتو هادي راه تستافد دونك كاينه المقابل ديالها في 2021 لا ولكن راه تستافد راه كل شيء تستافد تصبر تبقى صحيه لا بس لا لا دابا حنا كنهضروا على التقنية الصحية 2021 دابا اسمح لي نضيف دابا لا ولكن شوف الاستفادة واش ما لا إلا قدر الله وقع مرض ما تستافد دابا تستافد نعطيك مثال دابا هاد السيد هذا اللي خلص 1200 درهم في الدار اليوم كم صار يعني راه يستافد وقد تلقى عليه في هذا لا يستافد لا المنطق كيقدر انا احنا باقي عاد كنتظروا لك الذكر ديالو يصنع ولكن بالمنطق خاصو يستافد وراه ما كاينش المنطق انا لا يستافد لا يستافد وبوي خلي هذه النقطه ثانيه لا غير واحد اجبر الله الحمد لله والله هذا مشكل ديال التركيز ما يكونش يستافد كامل بالنسبه لهذه القضيه ديالنا التغطية الصحية بالنسبة لنا حنايا يعني إذا خلصنا ذاك المبلغ اللي كل واحد من الله شحال غاتجي كنظن على أنه ما غانستافدوش إلا 2021 باقي حدود الساعة كاينة مثلا مسابقة ديال الحكومة على هي كاين ولكن تفعيل إلى واحد على القوانين اللي تبقى المسابقة عليها كاينة من خارج دابا اللي كاين دابا حاليا كاين عجز ديال الميزانية ديال الدولة اللي القيمة ديالو 12.6 مليار درهم واش باغي نعوضوا العجز بهذا الشيء بهذا لا اسمح لي شوف هو السي مصطفى كان يوضح وجهة النظر ديال الإدارة حنايا كنوضحوا وجهة النظر ديال المهنيين ديال المنتسبين حنا ناس متقصحين حنا ناس متضررين
حنا هو كيدافع على وجهه النظر ديال الاداره، لانه صادق خصو يدافع على وجهه النظر ديالها، حنا خصنا ندافعوا على وجهه النظر ديالنا وعلى المصالح ديالنا. ما يمكنناش حنا نبقاو ساكتين، يتمرر علينا واحد القانون، يتمرر علينا واحد المجموعه ديال الاجراءات اللي حنا ما عندنا فيهم لا يد لا شمال. لم يتم اشراكنا في واحد مجموعه القرارات. الى الدوله باغا تغطي العجز ديالها باننا حنا نخلصوا، مع العلم اننا حنا بيدنا حنا في اليمين، وحنا خصنا شكون اللي يعطينا في هذه الساعه هذه؟ عاد غنعطيو للدوله؟ حنا ما عندناش الدبل وكل ولادنا، عاد غنعطيو حنا الفلوس ديال التغطيه الصحيه؟ الناس ما عندناش الدبل باش تمشي لبلاصه تصور. ما فهمتش انا هذا الشيء، هذا جو من الاخر. هذا الناس كتوفى كاين اللي عليها 10 شهور ديال الضوء والماء، كاين اللي عليها عام ديال الضوء والماء، وغادي يمشي خلاص انا 100 درهم ديال التغطيه الصحيه كي داروا بها؟ راه باقي تايا هذيك الضايع، انا دابا اللي هو عمق الضايع تايا. باش نكون واضح، عبد الربيع جات لي كونفوكاسيون من عند الغرفة الجهوية، فهمتي؟ الإدارة الجهوية ما فراساش القصر والعرايش خوتي، ما يمكنش أقول وبكل ثقتي، ما يمكنش يناديوني وما نجيش، تلقاني في الشارع يطلع نجاوبك. إلا كان شي حاجة ولا عندي بغيت دونك اسمح لي أنا كنعتبر خوتي لا القصر ولا العرايش بحكم الجورة وبحكم بزاف ديال الأمور. دونك أنا الإدارة ديالنا هي كانت آخر وحدة صيفطت لها، قلت لها كإعلام أنا غادي نمشي باش ما كنت نوضح هذه الأمور هذه. كاين النقط اللي حاسم فيها، بدا أنا كنحسن فيها، كاين النقط اللي كنتسناو كما قلت لكم أنا بساعة بساعة أشنو غيجي من المستجد من عندهم. سي سليم مؤخرا يلا شي حاجه ما عرفوش المعلومه على انهم صادقوا ديك ديال المدير ديال العمل الطرفي مع الطلب الشرعي، ما عنديش باقي ما توصلت بوالو، ما نقدرش نقول فيها حتى حاجه باش ما نخش الموضوع اللي جيت عليه انا. داكوغ دونك بالنسبه لهذه النقطه هذه كنحيي فيك انا روح انا اؤمن بالاختلاف، انا احب الشخص اللي كيختلف معايا، اما ما كتعجبنيش. علاش؟ هذاك اللي كيقول لا تكون ديك لا جوستيفي احسن من هي ماشي جوستيفي. الموقع ديالو ولا بلا ما نعمروا الوثائق الطريقه ديال التصريح. بالنسبه ديال التوقيت حيت دابا حنا راه الاكثر اليوم ما مصرحش، واحد ولا تيف الشهر كنا ما عايدين ما عندش الوقت، حنا حاليا دابا الناس ديال المحلات ديالهم فهمتيني؟ اي واش كاين شي تمديد ولا 31 تجي شي غرامه ولا شي حاجه فهمتي؟ ما نظنش الغرامات حتى لا نظن شي لا يمكن صح سمعت سي حسن صفحة هذا ديال التمويل حنا في انتظار هذا كنتسناو مشيتي انا كنوصل في البلاصه ها شنو كاين واش كاين واش كاين ما لا تعرف تقول حتى الاخر اللي في البلاصه بزاف ديال الشيء كانت عند المدير الجهوي طلبت منه باش انه يشوف الحال الخطه ولا التمويل دابا راه باقي كنتسقوا لكن في بعض دونك التمديد ان شاء الله حنا خدام عليه نتمنوا، ولا كان شي مسكين شي صعوبات تقنيه للولوج للمنصات ديال هاد السيبيلين كتجيو لعندنا باش نتوما تحيدوا داك الشيء اللي في ديالكم، ولكن هذه كنتمنى ما تكونش كثيره، كنتمنى زوج الامور على مزيان هي انكم تجيبوا لنا داك الشيء اللي حنا وحنا غادي نتصرفوا خاطر تكون داك الشيء اللي انتم غاتعمروا. دونك هذا الشيء اللي كاين، دونك بالنسبه للتمديد حنا كنطالبوا به، بالنسبه لاي واحد جرى شي صعوبه انا حتى لي ماي ديالي الا بغيتو عن خبيركم اي حاجه صيفطوها لي في لابلاط ديالي وانا نفرق على لي كوليك ما قديتش بوحدي واخا كنجي في الليل راه كنتغلب احيانا نعطي الاخوان كوليو وغادي نتعاونوا ليها باش نحل لكم ديك المشاكل اللي كتقع عليها. اخوان هاد ديال 200 درهم اللي جابتها القانون الماليه الجديد هذيك بالنسبه ماشي المهنيه، هذيك كيهضر لك على اللي عنده الخدمات الجماعيه بصفه عامه قل من 200 درهم راه صافي انا لو تحددت، بمعنى انا عندي واحد السفلي فيه 70 متر ضاربه على الخدمات الجماعيه كانت كتجيني 190 درهم وقفوها، يعني شنو وقع دابا؟ راه كانت قبل شنو فاش كانت 100 درهم راه ما عرفناش كيفاش كانت اللي عنده قل من 100 درهم مثلا ديك شي دار صغيره او شي موقع ماشي هذاك وعندها اقل من 100 درهم كيوقفوها السيستم ما كيخرجهاش كيقول لك 100 درهم ما تخرجش، دابا داروا 200 درهم ما تخرجش داكوغ دونك 200 درهم ما غاديش تخرج
وبالنسبة لهذه الحالة ديالنا ديال النظام ديال المساهمة المهنية الموحدة، هذه كنأكد عليها دائما أن هذاك الرسم ديال القيادة الجماعية مهني. راه كاين عندنا مثلا، أنا نعطيك مثال، كتلقى السيد، أنا نعطيكم مثال واضح، كتلقى السيد عنده مثلا ساكن الفوق وعنده المحل ديالو خدام النجارة لتحت، النجارة أو أي نشاط، هذيك ديال النجارة ديك القيمة ديال ديك العقار اللي هو مخصص للنجارة هذاك غيدخل، والسكنة ديالو راه ما يدخلش، حيت هي عندها النظافة كتكون واحد 200 درهم 100 درهم ولا شحال، هذيك تخرج هذيك حيت عندها علاقة مع السكن، واللي عندها علاقة مع المهني هذيك كتخلص هي تؤدى مع الضريبة على الضريبة على الدخل اللي هي في صورتها دابا المساهمة المهنية الموحدة. إذا هذا الرسم القدمة الجماعية كنأكدها ونعاودها كتدخل مهني. لا واللي خص يكون واحد متبع الاصلاحات الجماعيه غادي يعرفها
كان 2015 جات المسامحة الضريبية بمعنى ذلك القطاع غير مهيكل اللي كان قديم، وجا الإدارة في 2015 خصنا نحيدو هادو، خصنا ما نحسبولوش هذيك الغرامات. علاش كيقول لك غير آجي ما تخاف حتى من حاجة؟ إذا هاد آجي وما تخاف من حاجة، حاليا جبالية اللي كتحمل فيها المسؤولية حيدها 100%، هذه مشات فوق 2015 كتبقى واجبة قانونيا واجبة. هادشي اللي عندي نحيد لك ديك 1000 ولا نقسمو لك 1000 درهم، خليك عندك 500 درهم ولا حيدوها كلها على حسب الواحد. هذا اذا هذه النقطة هذه هي هذه حيدناها. أنا جاو عندي الإخوان جابوا لي هاد 1500 درهم، كاين اللي زادت له كلها لأنه كان قبل 2015 بقوة القانون، ماشي درت فيها فاول بقوة القانون، ولكن ما عرفناهاش عطيتها له، كان ناوي يخلص 50% ولا هذه قانونية في 2015 حتى راه مسامحة، المسامحة الضريبية من فوق 2015 كتبقى السلطة التقديرية، هي عندك 1000 درهم على حساب هي كلها يا 50%. دونك هذا الموضوع هذا ديال الغرامات راه صافي. سؤال الثالث، إذا زيدوا السؤال الأخر باش ندخلوا لي. تفضل تفضل. السلام عليكم الإخوان. أنا سي مصطفى خرجت لي الداري ما كان 50 مليون فرنك ولا أربعة، وخرجت لي 1,150,000 فرنك 2000 و17 ودرت لكم حكاية في النصر. ها؟ وجاوبناك ولا باقي؟ باقي موجود. إيوا صافي. وعطيني شوف، عطيني غير سميتو داك إن شاء الله في الأخر. في الاخر انا نتمنى انا ما عنديش مشكل، عطيني كاع بحال دابا الحاله ديالي غتعطيها لي غادي نشوفها، لان هذه ما كتدخلش للاقل 38 فرانك يا 380 المليون وشي الا وفي كثير من الاحيان جاو عندي اخوان سالوا كنقولوش اجي كنبقى غادي نقاتل. في الاخر كنلقى بان عنده واحد الضريبه مهنيه اللي زادتها من ديك 2016 ولا هذه ما عليناش حنا باش ما ندخلوش في هذا الديتاي هذا كله كتجيبالي وكنشوفها، لان هذه مساله واضحه، هذه ما غاديش تطلب يعني مجهود كبير. هذا اللي كان عندي في البنت اللي عندكم تما قالت لي خصك تجيب لي هادو ديالو كارو. هذا الموضوع هذا سي سماك الله سي ابراهيم هذا الموضوع ديالك انا نخصص له واحد ربع ساعه على حساب طابه صافي؟ ها هو على حساب يلا. واحد السؤال على قضية اللي قالت لك هو مازال اللي كيمشيو مسرحة، ديك المسألة التكميلية، يعني هذا راه كاين اللي خرج عندو وراه كاين اللي خرج عندو ذلك هو هذا. وحنا ملي كندخلو السيد راه عنده 190 درهم هذا التكريسات حنا اليوم ان شاء الله غنسيفطو ميساج للاخوان نقول لهم واش باش نجيبو نيشان ما نكونش كنافق، غتكون الا كانت الزاميه حيت فينا الناس طالبوا بها هاد التغطيه الصحيه، الناس طالبوا بها واحد الشيء قال لك حنا خصنا التغطيه الصحيه اللي هي جات في انطلاقا مجموعه ديال الدراري ولكن هو في يوم صباحا، لان حنا كنعرفوا بلي 2021 لا 2021 دابا ملي غادي تخلص راه غتكون عندك التغطية الصحية دابا 2021 يعني 2020 نعم 2020 هو فين الدرجة التكميلية ما كاينش ديال الله حنا كنقول دابا يعني دابا انت مثلا القانون المالي ديال 2021 خلصتيها مثلا راه تستافد في 2021 منا، إلا كانت واحد شي حاجة الله يحفظك وهذه راه تستافد دونك كاين المقابل ديالها في 2021 لا ولكن لا غاستافد راه كلنا غيستافد خاصك التغطية الصحية لا كيفاش كان لا كيفاش كاينش لا لا ما صارش يلاه تصدق يلاه تصدق لا لا سمح لنا المستشفى لأن عاد يلاه عاد شي ساعة ساعتين قبل ما تجي لهنا
الاقل كاين شي اتصال ديال المديريه العامه للدراري مع الضمان الاجتماعي شنو القرار اللي شنو غيسيفطونا الديكريت لو كان عندكم الديكريت حنا عندنا في القانون 2020 الدرجه ديال 2020 ما دخلتش في الدرجه التسجيليه هذه راه ديال 2020 لا دابا حنا كنهضروا على التسجيليه 2021 دابا اسمح لي نضيف لا ولكن شوف الاستيفاء واش ما لا الا قدر الله وقع ما مع تستافد دابا تستافد نعطيك مثال دابا هذا السيد هذا اللي حرص 1200 درهم في دابا اليوم كم صار يعني راه يستافد دابا في التطبيق وقع له في هذا لا يستافد لا المنطق كيقول لك ماشي انا حنا باقي عاد كنتصاوبوا لك الديكري ديالهم يصنع ولكن بالمنطق خاصو يستافد وراه ما كاينش المنطق انا ما لا يستافد لا يستافد وبوي خلي هذه النقطه ثانيه لا غير واحد هذه النقطه لحد الحين والله هذه مشكل ديال التركيز مش يستافدوا كامل بالنسبه لهذه القضيه ديالنا الصحيه بالنسبه لينا حنايا الى خلصنا هذاك المبلغ اللي كل واحد على الله شحال هادشي كنظن على انه ما غنستافدوش الا في مخدمش باقي لك بنص ساعه كاينه مثلا مسابقه ديال الحكومه على هي كاين ولكن التفعيل هي واحد عدد من القوانين اللي تبقى المسابقه عليها كاينه من خارج دابا اللي كاين دابا حاليا كاين عجز ديال الميزانيه ديال الدوله اللي القيمه ديالو 12.6 مليار درهم واش باقي نعوضوا العجز هادشي بهاد ما يمكنش يناديوني وما نجيش تلقاني في الشارع عيط لي عنجاوبك الا كان شي حاجه ولا يعني دونك اسمح لي انا كنعترف بخوتي ما قصر ولا العرايش بحكم الجوره وبحكم بزاف ديال الامور طب انا الاداره ديالنا هي كانت اخر وحده صيفط لابورت لك اعلام انا غادي نمشي باش ما كنوضح هاد الامور هادي كاين نقط اللي حاسم فيها بدانا كنحسن فيها كاين نقط اللي كنتسناو كما قلت لكم انا ساعه بساعه اشنو غيجي لي المستجد من عندهم سي سليم واخا يلا شي حاجه ما عرفوش على هما على انهم صادقوا داك ديال المدير ديال العمل الضرائبي مع الضمان الاجتماعي ما عنديش باقي ما توصلت بوالو ما نقدرش نقول فيها حتى حاجه باش ما نخرجش الموضوع اللي جيت عليه انا داكوغ دونك بالنسبه لهذه النقطه هذه كنحيي فيك انا روح انا اؤمن بالاختلاف انا احب الشخص اللي كيختلف معايا اما ما كتعجبنيش علاش هذاك اللي كيقول لا تكون ديك لا جوستيفيي احسن من هي ماشي جوستيفيي يعني حنا هنا باش الا كاين شي اختلاف في شي حاجه كنحاولوا في الاخر نتلاقاو في النقطه اللي غنطرحوا باش ما نطولش عليكم ونخلي سي سالم هو يقوم بالواجب ديالو ان كاين شي نقاط اللي باقي حنا ما عندناش عليها معلومات ما عرفناش فيها يعني كتحمل المسؤوليه دونك ملي غادي يجيني الديكري ديال ما باقي معاكم المرة داكوغ يلا سي سالم صباح وحنا خصنا شكون اللي عطينا في هاد الساعة هادي عاد غنعطيهم الدولة حنا ما عندناش الثمن ونقولوا ولادنا عاد غنعطيو حنايا الفلوس ديال التغطية الصحية الناس ما عندناش الثمن باش تمشي لبلاصة تصور ما فهمتش انا هادشي هادو جاو من الاخر هادو الناس كتوفى كاين اللي عليها 10 شهور ديال الضوء والماء كاين اللي عليها عام ديال الضوء والماء وغادي يمشي خلاص انا عندي 100 درهم ديال التغطيه الصحيه كي داروا بها
راه باقي تايا هذه البداية. أنا دابا اللي هو القضايا عبد الربيع جاتني كونفوكاسيون من عند الغرفة الجهوية، فهمتي؟ إدارة الجهوية ما فرنساش القصر والعرايش خوتي، ما يمكنش أقول وبكل ثقتي، ما يمكنش يناديوني وما نجيش، تلقاني في الشارع يطلع نجاوبك، إلا كان شي حاجة ولا يعني دونك اسمح لي، أنا كنعتبرهم خوتي، لا القصر ولا العرايش بحكم الجورة وبحكم بزاف ديال الأمور. دونك أنا الإدارة ديالنا هي كانت آخر وحدة صيفطت لها، قلت لها كاعلام أنا غادي نمشي باش ما كنوضح هاد الأمور هادي. كاين النقط اللي حاسم فيها، دابا كنحسن فيها، كاين النقط اللي كنتسناو كما قلت لكم أنا بساعة بساعة أشنو غيجي من المستجد من عندهم. سي سليم مؤخرا يلا شي حاجة ما عرفوش المهم على انهم سابقوا داك ديال المدير ديال العمل الدرائي مع الطلبه الشرعيه، ما عنديش باقي ما توصلت بوالو، ما نقدرش نقول فيها حتى حاجه باش ما نخرجش الموضوع اللي جيت عليه انا. داكوغ دونك بالنسبه لهاد النقطه هادي كنحيي فيك انا روح انا اؤمن بالاختلاف، انا احب الشخص اللي كيختلف معايا، اما ما كتعجبنيش. علاش؟ هذاك اللي كيقول لا تكون ديك لا جوستيفيي احسن من هي ماشي جوستيفيي. يعني حنا هنا باش الا كاين شي اختلاف في شي حاجه كنحاولوا نلخر نتلاقاو في النقطه اللي غنطرحوا باش ما نطولش عليكم، نخلي سي سليم حتى هو يقوم بالواجب ديالو، ان كاين شي نقط اللي باقي حنا ما عندناش عليها معلومات ما عرفناش فيها، يعني كتحمل المسؤوليه. دونك ملي غادي يجيني الديكري ديال باقي معكم ما هو داكوغ يلاه سي سليم.